احنا فيش اشي الا نلبس ملايين او فيش بالاخذه اكل ناكل زي البشر عشان نلبس اواعي النا. أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر، والنازحون في غزة ما زالوا على حالهم مشردين جائعين ولا يعلمون أي مصير بانتظارهم. أمنيته الوحيدة أن الواحد يرجع على بيته وعلى منطقته ويجتمع بأهله وبناسه وكل حبايبه، هذا أملنا الوحيد، ويا رب يا رب يخلصنا من هذه الحرب الظالمة يا رب. اجى العيد يعني واحنا موجودين في الكرفان، حتكون برضه من اسوأ ايام حياتنا انه يكون عيد ربنا عيد الفطر سعيد ويجي علينا واحنا موجودين في مراكز اللواء. الحرب التي مضى عليها 6 أشهر حتى الان فرقت العائلات عن بعضها وتسببت بنزوح اكثر من 1,500,000 غزي من شمال ووسط قطاع غزه الى الجنوب بحسب احصاءات الامم المتحده، ليجد الغزيون أنفسهم متكدسين في صفوف مدرسية أو خيم بالية، وجل أمنيتهم في العيد أن تنتهي الحرب وأن يعودوا لمنازلهم ولعائلاتهم. هنا في أحياء رفح لن تجد مظاهر البهجة والفرحة بقدوم العيد، فلا سيدة تخبز كعك العيد ولا أطفال يشترون ملابس العيد، فالحصار الخانق والقصف المستمر حرما النازحين من هذه الطقوس، خاصة مع شح الغذاء والدواء والأمن. ناهيك عن القلق الذي يساور أهل مدينة رفح تحديدا مع تلميحات إسرائيل المستمرة بشنها عملية عسكرية برية محتملة على المدينة، وهو ما يتوقع الخبراء أن تكون عواقبه كارثية.